طب بص بقى اللي جايه دي هي اللي دهولتنا كلنا بقى. دهولتنا كلنا. ممكن توكلنا على الله. خالد انا بندقيتي شغاله، وطول ما هي شغاله على جثتي لحد يطلع. سامع؟ يا حبيبي علي، شفتها في الفيلم، شفتها بيجروا منه زي الفيران. الله يا حبيبي، جري ارتاح انت بس علي، ارتاح. الدعم وصل وهينقلوك المستشفى. ما تسيبنيش، ها؟ ما تسيبنيش يا دريس. وانت كنت سبتني عشان اسيبك يا صاحبي. ارتاح انت بس يا اخو، ارتاح. يا جميلة. قدر ما انتهي. الدعم وصل. رجالة كتير استشهدت. بس مش حد من الكلاب دول عارف يدخل الكمين. يا حبيبي. يا حبيبي. انتوا عايزين حاجة؟ أو ما أعيط جوه شوية. موتة نبيلة. حاجة نبيلة صعبة. يعني ربنا أراد إنها تكون موتة نبيلة. ربنا يرحمه. لا دي كانت مشهد طبعا من المشاهد اللي كانت صعبة قوي بصراحة. يعني أنت صعب عليك في إيه؟ ده إحنا اتبهدلنا إحنا. ده والله كانت صعبة عليا برضو إنه إنك تشوفه هو، ما هو برضو أنا بقعد أقول يعني أمير دلوقتي بيفصل منسي عنه خلاص. هو دلوقتي هنا امير، منسي هنا وامير يروح بقى. ما حصلش كده. لا ما حصلش. فتره كبيره بصراحه. يعني حتى قعدت بعديها فتره انا يعني الناس كلها في حاجه يعني مش ما بكلمش حد ومش عايز اقابل حد ومش عايز اقعد مع حد وخدت جنب كده لوحدي. حتى بيتر عارف ما ظهرتش خالص. يعني اصل هي يعني كنت محتاج ان انا افصل شويه واحس ان انا عايز اقعد في بيتي كده وفي وسط اهلي ومراتي وعيالي. احس ان انا لا انا امير وانا موجود. كانت حاجه صعبه بصراحه. مهم طبعا. يعني ربنا يرحمه طبعا ويصبر اهله. الله يرحمه ويحسن اليه. كانت بطوله ان هو لغايه اخر لحظه، يعني لغايه اخر لحظه يهني روحه بالجنه يا رب، هو وكل الشهداء والعيال الممثلين الولاد لذينة. ده فزاع. كل واحد كلهم كويسين. ملحمة بوشه. كلهم كويسين. مجد محمد عز وكريم محبوب يا ساتر. كلهم كويسين. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجة تفوتك.